مسألة رئاسة الجمهورية أنا اتكلمت عنها، سواء الترشح أو مسألة المرشحين، أنا فعلا لم أكون رأيا بعد، وأشعر يعني بألم، لأن لا أجد على الأقل النظرة الأولى لا أجد بين المرشحين من هو يعني يصلح في وجهة نظري، مع كامل الاحترام، وده رأيي ذاتي، ولكن بالتأكيد في نهاية الأمر سيكون لي تفضيل، وسأترجم هذا التفضيل في انتخابات الرئاسة. مسألة إيه المطلوب في رئيس الجمهورية؟ بصوا حضراتكم، مطلوب في رئيس الجمهورية كذا حاجة. مصطفى اتكلم على التوافق، أنا موافق عليه. مطلوب رئيس حزبي ولكن غير متحزب، يعني ممكن يجي من حزب، ممكن يكون عنده خلفية حزبية بس ما يبصش لحزبه بس، زي نفس الكلام اللي كنا بنقوله مع الاختلاف على رئيس مجلس الشعب، يعرف يخاطب كل التيارات باهتماماتها بأجنداتها برؤاها بتصوراتها. بس مطلوب كمان حاجتين كمان، ان المشكلة الكبيرة بتاعت النظام السياسي المصري من 54 هو ان الرئيس كان لاعب اوحد، الرئيس كان مطلق الصلاحيات. انا محتاج رئيس يعرف يلعب في فريق، ضمن فريق، يبقى لاعب فريق، لاعب جماعي، مش هو اللي يعرف كل حاجة في الدنيا، مش هو اللي ياخد كل قرار في الدنيا، يقبل النقد الذاتي، يقبل المساءلة، يقبل المحاسبة، ان احنا عمرنا ما سائلنا ولا حاسبنا رئيس الجمهورية. فانا محتاج اتنقل من صورة اللاعب الاوحد مطلق الصلاحيات لفريق هو لاعب في مجموعة، بين مجموعة يقبل المساءلة والمحاسبة كمان من السلطة التشريعية، لان اي مكان الامر نظام رئاسي ولا برلماني، لو ما عرفناش الدستور الجديد نعمل ندي اختصاصات للمجلس التشريعي ان هو يسائل رأس السلطة التنفيذية، نفضل دايما في المشكلة اللي احنا واعين فيها دلوقتي. طب هو مين اللي مشى الناس دول اللي هم المتهمين اجانب في قضية التمويل الاجنبي؟ هو مين اللي سيس الموضوع من الاول خالص؟ من قام بهذا خارج نطاق مسائلتنا؟ ما انا مش عارف اسأله، يبقى لازم اعرف اخلي اختصاصات للمجلس التشريعي ان هو يسائل رئيس الجمهورية. فانا محتاج رئيس بعيد عن حكاية اللعب الاوحد ويقبل المساءلة والمحاسبة، محتاج رئيس عنده رؤية لمصر، يعني عنده خيال للسياسة وللمجتمع. مصر بتحاول تبني نظام جديد، علاقة جديدة بين الدولة والمواطن، مش هيبنيها واحد تكنوقراط مع كامل الاحترام ما يعرفش غير الدوسيهات والملفات ويقراها وياخد رأي على أساس دوسيهات وملفات. محتاجين رئيس عنده رؤية، عنده تصور مصر يكون شكلها ايه.